من أمرنا رشدا، اللهم اجعلنا من بعد الهم فرجا، ومن بعد الضيق مخرجا، ومن بعد الظلم نصرا، اللهم فرج الكرب عن المكروبين، ونفس الهم عن المهمومين، وكن مع إخواننا بأرض الرباط عونا ومعينا، ووليا ونصيرا، اللهم ثبتهم يا رب العالمين، اللهم ثبت أقدامهم، واجمع شملهم، ووحد صفهم، واحفظهم بحفظك يا رب العالمين، اللهم اكلأهم بعنايتك يا ارحم الراحمين، اللهم احيهم بالامن والسلام والسعاده والاستقرار والثبات والطمانينه في الديار والاعمال يا رب العالمين ويا اكرم الاكرمين، اللهم ليس لهم الا انت فانت وليهم في الدنيا والاخره، اللهم تولاهم بولايتك وارعاهم بعنايتك واكلأهم بواسع رحمتك واحفظهم بحفظك وانت خير الحافظين، اللهم رد الشام المبارك الى المسلمين ردا جميلا، ورد بلاد المسلمين الى اهلها ردا جميلا، ورد هذه الامه الى كتاب ربها وسنه نبيها ردا جميلا، اللهم اجعلنا بالقران عاملين وبسنه المصطفى مهتدين وعلى الصراط المستقيم سائرين وعاملين يا رب العالمين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل منا شقيا ولا محروما، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل اعمالنا، واجعلها خالصه لجلال وجهك الكريم، اللهم اعد علينا رمضان سنين عديده وازمنه مديده، ولم يتخلف منا احد يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن يدرك رمضان القادم ونحن على احسن حال وفي احسن حال بفضلك وجودك يا رب العالمين، اللهم اغفر لابائنا ولامهاتنا ولجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وعاف المبتلين من المسلمين، وبارك في شباب الاسلام والمسلمين، وبارك في رجال الاسلام والمسلمين، وبارك في نساء الاسلام والمسلمين يا رب العالمين، اللهم بارك لنا في اولادنا، واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والاخرة يا رب العالمين، اللهم احفظنا بحفظك، وارعانا برعايتك، وامننا بامانك، اللهم اشرح صدورنا للايمان، وزيننا بزينة الايمان، واحفظنا بنور الاسلام والقران يا رب العالمين، اللهم انا نسالك العفو والعافية في الدنيا والاخرة، ربنا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين، اللهم غير حالنا الى احسن حال، اللهم غير حالنا الى احسن حال، اللهم غير حالنا الى احسن حال، وصلوا وسلموا على نبيكم محمد النبي المصطفى المختار، وكل عام وانتم بخير جميعا، وتقبل الله منا ومنكم الطاعات، فانصرفوا الراشدين الى بيوتكم.